لم يشهد متحف الناصرية حضوراً لافتاً لاستقطاب الزوار إلا قبل عامين، ويشكل عمل المجسمات والمنحوتات الصغيرة عامل جذب إضافي، إذ قدمت العديد منها كهدايا تذكارية للزوار، وبات يستقطب السياح للاطلاع على تاريخ حضارة وادي الرافدين. مجموعة طيبة من الشباب تطوعوا للعمل في المتحف لإعادة إحياء الحضارة من خلال الأعمال النحتية، وبأدوات بسيطة يمارس الشباب عملهم بحب وشغف ليظهروا الوجه المشرق للعراق وعملهم المستمر بشكل يومي خالص لوجه الحضارة. يبدي يومي الدوام تقريبا الساعة 8 الصبح، ينتهي بثنتين، هاي تكون كلها فترة عمل. بهاي اللحظة احنا او هاي المرحلة تقريبا نصنع باليوم الواحد اكثر من 30 قطعة.